قلنا أنه ينبغي بعد الفراغ من آداب الصلاة وأذكارها وترتيب الفاتحة لك أن تنصرف إلى جهات حاجتك، فإن كنت حاجتك إلى بحر إلى نجد إلى الجنوب إلى الشمال فانصرف، ولكن إذا لم تكن لك حاجة للانصراف فيستحسن أن تنصرف إلى جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله. ثم أنك إذا انصرفت إلى جهة اليمين ينبغي أن تصلي الراتبة البعدية لتلك الفريضة، وكل الصلوات الخمس لها راتبة بعدية إلا العصر والفجر فلها قبلية فقط. أنا حنشرح لكم هذه الرواتب التي ينبغي للمؤمن يواظب عليها، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. أولا سنة الفجر القبلية، هذه هي أهم الرواتب وأفضلها وعند بعض العلماء واجبة، وفي الحديث الصحيح ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني عندما صلي ركعتي الفجر لو خيرت ورأيت الثواب الذي بتعطاه في الآخرة على ركعتين قبل الفجر قارنت بين ذلك وبين الدنيا وما فيها لاخترت ذلك الثواب على الدنيا وما فيها من الذهب والمعادن والمجوهرات والأموال. فينبغي أن تحرص على هذه الركعتين قبل الفجر بعد الأذان وقبل الصلاة. وقبل أن تصلي ركعتي الفجر ينبغي أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله 100 مرة. هذا الذكر له تأثير كبير في تسهيل الأرزاق، فأنت تريد أن يكون رزقك واسع وأن يوسع الله عليك في الدنيا فواظب على هذا. بعد أذان الفجر وقبل أن تصلي الركعتين تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله 100 مرة. وقد ورد أن هذا الذكر هو الذكر الذي يرزق الله به الوحوش والحيوانات، كلها ترزق بهذا الذكر، يلهمه الله تبارك وتعالى. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم صلي ركعتي الفجر وتقرأ في كل ركعة 3 أشياء. فالركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. ينبغي تضيف إلى هذا في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وتزيد أيضا في الركعة الأولى ألم نشرح، وفي الركعة الثانية ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقد روى الإمام الغزالي في الإحياء والإمام الديربي في كتاب مجربات الديربي أن من واظب على قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر القبلية ألم نشرح وألم ترى قصرت عنه أيدي الأعداء، أي لا يستطيع الأعداء أن يتسلطوا عليه أو يأذوه أو يأخذوه. لهذا ورد من حافظ على ألم وألم سلم من جميع الألم. هذا الذي تقرأه في سنة الفجر القبلية وخصوصا في هذه الأيام في رمضان المبارك. وإذا صدق
وإذا صليت سنة الفجر القبلية ينبغي أن تقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعته الفجر القبلية يضطجع على الجنب الأيمن ويستقبل القبلة بصدله، ويكون مثل القوس نفس الضجعة التي يطرحونك بها في القبر، تتذكر بذلك ضجعة القبر وتقول في تلك الضجعة ثلاث مرات: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أجرني من النار، تقول ذلك ثلاث مرات. ثم هذه الضجعة المعتمد أنها سنة وعند بعض العلماء واجبة، ولا سيما إذا أنت صليت الفجر في البيت، بل هي مطلوبة حتى لو صليت في المسجد لأنها سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل السلف الصالح يعملون بها في بيوتهم وفي مساجدهم. فإذا قلت ذلك وجلست ينبغي أن تقرأ دعاء الفجر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي، إلى آخره. دعاء نبوي عظيم ينبغي تحرص عليه، وخصوصا في ليالي رمضان المبارك. هذا كله بالنسبة لرتبة الفجر القبلية، وغدا نشرح إن شاء الله الرواتب الأخرى واحدة واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.